اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. دي اول حلقه من برنامجنا مين فينا. في برنامجنا هنعرف الوجه الاخر لنجومنا، الوجه اللي دايما مخبيينه عنكم. وعلى فكره مش بس نجومنا اللي عندهم وجه اخر مخبيينه، لا، كل واحد فينا كتير بيعمل كده. اول نجم واول حلقه لازم يكون شجاع وما بيخافش، ومش هيبعت دوبلير لانه ما بيستخدموش. معانا النجم احمد السقا. اهلا بيك يا احمد. اهلا بحضرتك، كل سنه كل سنه وانت طيب. الله يخليك. انت ايه رايك في المقدمه اللي انا عملتها دي؟ حاجه عظيمه جدا، كتر خيرك، بس يا رب اطلع شجاع فعلا يعني وما اكسفكيش. ما بتستخدمش طبعا دوبلير وكل الناس عارفه الموضوع. الحمد لله بنسبه 98%. قول لي يا احمد، اول ما دخلت ديكور ادك احساس بايه؟ والله بما ان انا من عشاق الليل، انا بحب الليل يعني بحب الليل، بحب الجو اللي بيقولوا عليه الجو الفاضي، مش القاتم يعني، بس الجو اللي شبه البلاتو كده يعني، ما شكليش غير يعني عندي احساس بالسعاده بصراحه. بجد؟ بحب انت بحب دي كده. حاجه كويسه جدا، متفائل. جدا الحمد لله. طيب عارف يعني ايه باراسايكولوجي؟ لا مش عارف باراسايكولوجي. طب هنبدا دلوقتي الاختبارات. اتفضل. وانت قلت لي ان انت جاهز. اوكي. معانا دكتوره مشيره. هي مش معانا في الاستوديو طبعا. بس هي بتقول لنا من ملامحك ومن صورتك بتقدر تقول مواصفات شخصيتك. طب باراسايكولوجي المعنى الحرفي، انا عارف المعنى في الاجمال بس انا عايز المعنى الحرفي برضه، ممكن؟ تحليل الشخصيه من خلال ملامح الوجه، الفيتشرز يعني. بالظبط كده. اتفضلي يا فندم. اوكي اتفضلي قولي لي بقى الدكتوره. طيب. قالت ايه؟ عايزين نعرف طبعا جمهورنا. كل حلقه دكتوره مشيره بتكتب المواصفات الشخصيه من خلال ملامح النجوم. طبعا هنبتدي دلوقتي باحمد. بس انا ملامح جاهز. اجهز بس يعني لو هتتحدد يعني من ملامحي ممكن يعني بص على فكره ممكن تكون لا بس انا هقول لك حاجه، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط وانت اللي هتقول لنا على الكلام. لكن لا ده دكتوره وباراسايكولوجي وكلام كبير، لازم تبقى صح، ما ينفعش تبقى غلط، تبقى مصيبه والله مغلط. لا انت هتقول لنا الحاجات دي صح مع شخصيتك ولا لا. أوكي. انت بتعملها ولا لا مظبوطه ولا لا. اتفقنا. يلا يا سيدي. قالت باختصار ان جبهتك بتدل على شخصيتك. مظبوط. الى حد كبير مظبوط اثناء الشغل، ولكن احيانا كتيره جدا بحب ابقى عيل صغير وبحب اتنطط والعب وممكن افرح بحاجه ما تليقش على سني يعني. هو مظبوط في شغلي. طب فرحت بايه ما كانش لايق على سنك؟ يعني لو رحت لعبت ماتش كوره مع اصحابي في النادي وكسبت ممكن ارجع فرحان جدا كاني عملت انتصار عظيم، وهو في حين ممكن الموضوع ده ما يفرقش مع حد. بس دي حاجه كويسه، كل الناس الكبار بتحب تعمل كده. احنا اتفقنا على الصراحه. طبعا الجديه والالتزام والحاجات ده شيء فعلا اتمنى ان انا ابقى يعني اتمنى ان ابقى على قده، بس على مستوى الشغل وعلى مستوى الحياه العمليه. ولكن على في عندي حاجات تانية، الجزء الطفولي اللي في اي حد يعني، انا شخصيا بحبه يعني مش عايز اتخلى عنه او مش عايز انساه. احنا جوانا يعني جوانا كلنا اطفال. بالظبط. صح؟ ماشي. طيب حلو حكايه الجبهه دي، نبتدي بالجبهه. خلاص اوكي. عندك ذكاء شديد وحب الاشياء الثمينه. مظبوط. الثمينه بمعنى ايه؟ يعني لو بتتكلمي في الالمازات والسعادة. لا الغاليه دي عمرها ما كانت في هواياتي. ده شيء نسبي. من وجهه نظرك انا بتكلم الاشياء الثمينه من وجهه نظر احمد السقا. من وجهه نظري انا ممكن من وجهه نظري مثلا جزمه كوره، جزمه بتاعت خماسي اللي هي الفلات دي، ممكن تبقى من وجهه نظري حاجه ثمينه جدا، في حين في وجهه نظر واحد ما بيحبش الكوره ممكن تبقى حاجه مش ثمينه. انفك يا سيدي بعيد طبعا عن انها تكون قوقازيه. لا عن دي دكتوره مشيره اللي بتقول. انا بشوف مناخيري وانا بتكلم في الموضوع ده من ايه. بتدل يا سيدي على التفاؤل. الحمد لله. والثقه بالنفس. يا رب. وبتقدر تساير كل المواقف. هو مش بسهل كل المواقف. بتساير كل المواقف. مش بتسهل كل المواقف. اساير بالمعنى الايجابي. يعني انا ممكن اساير المواقف بالمعنى الايجابي، ولكن اذا تطلبت المواقف بعض الحسم فبجرب معاها الدبلوماسيه الايجابيه الاول خلاص، وبعدين لابد ان يكون هناك حسم. طب قولي بقى من وجهه نظر احمد، مسايره المواقف بشكل سلبي. لا ده يعني يا رب ما يجعله في قاموسي، لا ماليش في الكلام ده. الحق حق، قد اكون دبلوماسي ولكني لست سلبي. انت برج الحوت. مظبوط. مظبوط جدا. عارف عودة برج الحوت؟ كلها احتاج. بجد؟ والله. طب حلو. انا حوت وامي حوت وابويا حوت وعايشين في البانيو. عايشين في البانيو عندنا في البيت. طيب قول لي عارف عيوب البرج ده؟ انا حضرتك يعني مش متعمق. ولا نبتدي الاول بمميزاته؟ بص إيه، انا ما افهمش في الابراج قوي يعني، عشان برضو ما مش عايز اكدب، انا ما افهمش في الابراج قوي، بس ممكن اللي هو كل فين وفين لو اتكعبلت في حظك اليوم، لو انا محبط شويه وعايز اتمحك في حاجه. طب بص انا هبتدي بالعيوب عشان بعد كده اقول لك المميزات تبقى مبسوط. اول حاجه يا سيدي عصبيه المزاج. حقيقه بتنفعل بسرعه. حقيقه بس سيطرت عليها مؤخرا يعني. طب ليه يا احمد؟ مع النضج ومع السن ومع الخبره ومع الشغل
السن انت كبرت قوي يا احمد كده. لا مش كبرت بس مع يعني اصل السن على فكره مش بالسن مش بكام سنه. مظبوط. السن بحجم الخبرات اللي بتكتسبيها من شغلك من حياتك من مسؤولياتك من همومك من كل من احتكاكاتك. فمع ده يعني اكتسبت شويه خبره اللي بيها الواحد الحمد لله ما تخلاش عن طبيعه شخصيه بس في نفس الوقت بقى في حكمه في التعامل مش عايز اقول برضو حكمه اقول كلام كبير بس بقى في ما بقاش في الرعونه بتاعه زمان يعني. عصبيتك خسرتك ايه؟ خسرتني حقي في احيان كتير يعني ممكن يبقى عندي حق في حاجه فتنرفز فاغلط فلما اغلط انا كده بقيت محقوق مش صاحب حق. نتمنى ان انت يعني تتخلص من كل العيوب. يا رب. بتحب العزله احيانا؟ كتير. ليه؟ مش عزله بمعنى ان انا مش عايز احتك بناس بس انا بحب الهدوء. تعمل فيها ايه؟ ما اعرفش انا بحب الصحراء. هتقولي لي ليه؟ ما اعرفش. تروح تقعد في الصحراء لوحدك؟ مش الصحراء الصحراء يعني اللي هو بنزل العواصف تاخدني يعني ولكن عشان انا بركب خيل ومعظم اسطبلات الخيول هنا او اللي كنت بركب فيها يعني في طريق سقاره وابو صير والبدرشين والحتت طريق الصعيد يعني فالحتت دي ظهرك جناين البنجا والترعه وقدامك الجبل فانا بفضل الجزء الاصفر ده بحبه بحب اسمع صوت الهواء بالليل. عندهم حيل ومكر شديد. انت مكار يا احمد؟ انا ما اعرفش غير ان الثعلب بس هو اللي مكار الحقيقه بس لا يعني بصي هقول لك على حاجه يعني المكر هناك المكر الايجابي وهناك المكر السلبي. عرف لنا الاثنين. يعني في فرق بين الدهاء والمكر. يمكر ويمكرون والله خير الماكرين. خير الماكرين يعني هناك خير في المكر في المكر احيانا يعني مش محتاجه تفسير اكتر من كده. نروح فاصل واستنونا مع احمد السقا. ممكن اروح معه؟ رجعنا بعد الفاصل واحمد السقا. احمد لو طلبنا منك تعرف نفسك للجمهور هتقول ايه؟ هتعرف احمد صلاح السقا جواك طفل. بني ادم بني ادم بميزاته بعيوبه بايجابياته بسلبياته بطموحاته باحباطاته. حلو قوي. بس بني ادم بس كده. انا شايف حاجه ما عنديش لجناحات ولا عندي اربع رجلين ولا يعني ما عنديش حاجه زياده يعني. مين اصحاب احمد السقا؟ ليه صديق اسمه طارق ده صاحبي جدا 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 اكتر من اخ يعني ده بمثابه الجاد فادر. ليا صديق اسمه استاذ محمد ابو السعد شغال في الميديا معانا برضو ده من وكلهم اكبر مني على فكره يعني انا دايما طول عمري متعود ان امشي ورا اللي اكبر مني عشان اتعلم يعني عشان تستفيد اللي ملوش كبير بيشتري له ايه كبير يعني مظبوط. وعندي اصدقاء في الاصل الفني كلهم بقى اصحابي واخواتي وعشره عمري يعني طرف محايد مع الناس الحمد لله برضو يعني. دول اللي ابتديت بيهم ولا اللي وصلت لهم دلوقتي؟ اللي وصلت معاهم للي انت فيه دلوقتي. على فكره يعني عايز اقول لك سؤال بديع السؤال اللي انت سالتيه ده والله. يعني دول اقدر اقول لك اللي بداوا معايا وصلت لهم واتخللهم بقى ناس كتير يعني فوق وتحت فوق راحوا فين الناس دي؟ في اللي موجود وفي اللي الدنيا خدته مش معنى ان الدنيا خدته او التلاهي زي ما بيقولوا ان احنا يعني افترقنا او ما بقيناش اصحاب بس لازم احترم مشغوليات الاخرين ومسؤوليات الاخرين مش معنى ان انا مثلا وانت اصحاب جدا وفجاه عندك شغلك وعندك بيتك وعندك حياتك وممكن اكون انا اتلهيت عنك شويه او انت اتلهيتي ده يعني ده ما يفسدش للمعزه وللود قضيه يعني ما يعني المحبه موجوده بس طبعا اما 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 بيرجع التلاقي تاني برضه بيبقى زي الموتور اللي عايز يتلين يعني بيبقى في سنه عتاب على الاقل على البعد اكيد على الاقل على البعد اكيد بس لو في محبه في القلب بتلاقي الدنيا بتدوب بسرعه واكننا مثلا يعني لسه كنا مع بعض امبارح. مين صديق سبته وندمت عليه؟ لا طالما واخد القرار اللي سبته يبقى ما ندمتش. عمرك ما ندمت؟ اكيد بنغلط وبنندم. اندم لو انا غلطان. طب لو هو اللي غلط في حق احمد السقا؟ انا متسامح والله يعني انا راجل ما عنديش النزعه الانتقاميه يعني. على طول بتسامح؟ الحمد لله. الحمد لله. طب مين صديق غلط في حق احمد السقا؟ من غير ما تقول اسمه يعني ممكن اكون مثلا هو يعني هو اللي حصل ان انا اتاخد مني عندي كان واحد صاحبي بحبه جدا جدا ولغايه دلوقتي على فكره صاحبي اخويا بالمناسبه لانه اعترف بخطا ودي حاجه على فكره دي حاجه انا بحيي عليها طبعا ومن النبل ان لما تبقي صاحبه حق وتتغاضي عن حقك عشان في معزه عشان بحب اللي قدامي وياخدنا الوقت يعدي سنه اتنين تلاته والصديق ده يجي يقول لك انا غلطت في حقك خلاص بقى ده ربنا بيرحم يعني بالعكس ده الواحد في عرض صاحب الواحد مش مستعد يفقد صاحب يعني بس فهمها. عجبتني قوي الجمله دي حلوه قوي بجد ان كل واحد في عرض صاحب طبعا بجد. احنا في زمن يعلم بيه ربنا. انت شايف يا احمد ان الصداقه دلوقتي بقت نادره وقليله؟ انا يعني انا ابويا الله يديله الصحه انا اتربيت وسط ناس كبار ووسط اصحاب ابويا وكنت شايف بيتنا ده على طول دايما فيه ناس وحاجه شبه الصالونات الثقافيه كده ممثلين وملحنين ومطربين وشعراء وسياسيين والى اخره بيتنا كان مليان بالناس دي
فانا شفت معنى الصداقه ماشي ادور عليه لغايه دلوقتي، فاللي بلاقيه بحطه في الخزنه، ما بتخلاش عنه بسهوله حتى لو غلط، يعني حتى لو جرحني او زعلني ما بتخلى، بديله فرصه، لان اللي انا شفته مع ابويا ومع اصحابه بقى شيء نادر دلوقتي، يعني بقى شيء نادر. فلما بتلاقي واحد ينطبق عليه المقياس، وانا المقياس عندي في الحكايه دي ابويا واصحابه. لا شفت يعني اصول، يعني شفت الاصول بجد، يعني شفت الصحوبيه بتاعت ولاد البلد، يعني اللي هم متربين على طبليه زي ما بيقولوا، ودي اهم حاجه. فلما بلاقي حد كده حتى وان اخطا بلتمس له عذر، لان انت عارفه المعدن، ما انت عارفه المعدن اللي قدامك، فطالما المعدن جيد خلاص يبقى لازم هيبقى زي كره سكواش، هيضرب في الحيطه هيرجع لك تاني. مظبوط. فالواحد في عرض صاحب، فمش يعني اللي عنده صاحب يمسك فيه بايديه وسنانه. قول لي بقى، بمناسبه بيتكم، ايه علاقه احمد بوالده ووالدته استاذ صلاح ومدام نادي؟ والله ده السؤال ده يتسال لهم هم. ربنا يديهم الصحه. من وجهه نظرك انت يا احمد، يعني انا بعتبر اللي انا في، يعني الحمد لله لو كان الواحد وصل لنعمه معينه او لشكل محترم معين في شغلي في المجتمع وسط الناس وسط اصحابي، فده ما هو الا استثمار ابويا وامي فيا، فيا رب اعرف يعني. طبعا مهما عملت مش هرد لهم ربع الجميل ده، بس ربنا يديهم الصحه وابقى راجل محترم اشرفهم يعني. ان شاء الله يا احمد. ناخد فاصل نرجع نكمل كلامنا. ناخد ولا نروح؟ نروح زي ما انت عايز، عايز تروح عايز تاكل يلا نروح. رجعنا بعد الفاصل واحمد السقا مش الدوبلير، صح يا احمد؟ مش انت مش الدوبلير؟ لغايه احمد السقا لغايه دلوقتي. زوجه وعشيقه، كنت مبسوط في الفيلم يعني؟ في الفيلم يا احمد، حلوه الدخله دي. يعني اسالي عمر. طب انت اتخضيت ليه؟ خالص والله العظيم. عينيك بتقول انك مخضوض. اقسم بالله ابدا. طب ليه بتقسم؟ لا قصتي بتقولي اتخضيت، انا ما اتخضيتش، انا بهزر يعني. اللي هو زوجه وعشيقه لا اللي هو احنا في برنامج وميديا وانترتينمنت وحاجات كده، فزوجه وعشيقه فهاها يعني، واخد الامور ببساطه مش حاجه. كنت مبسوط يا احمد؟ في الفيلم تاني الفيلم. نرجع تاني. انا فرحان بالفيلم قوي، انا فرحان بالفيلم قوي وسعيد بيه وفخور بالفيلم الحمد لله. احمد جسدت شخصيه رجاله كتير بيعملوها اليومين دول، عشان كده احنا عملنا فيلم في الحقيقه، عشان كده احنا عملنا فيلم. طب ايه رايك انت بقى، انت حاسس ان المجتمع فعلا في ازمه؟ يعني انا في ازمه بين الراجل والست. انا ضد المصطلحات المقعره، ولكن هناك ازمه في التعامل بين البني ادمين بشكل عام، سيبك بقى من راجل وست ورجل وامراه وولد وبنت والى اخره، المفردات، ايقاع العصر. يعني الدنيا اختلفت، ايقاعها اختلف. بقينا نسمع مفردات جديده علينا، مفردات بين الشباب مثلا، يعني كان زمان يقول لك ده فلان بيحب فلانه جارته، او فلان بيشوف فلانه في النادي، او دلوقتي بقول لك فلان صاحبته مثلا، او فلان مصاحب. يعني ايه؟ يعني ايه مصاحب؟ ما هو يعني بيحب يعني ايه مصاحب يا احمد؟ يعني شرفني بسالين انا. انت مش عارف؟ انا شرفني. طب ما تقول كده تعرف جمهور. انت ما صاحبتش قبل كده يا احمد؟ لا ما صاحبتش ابدا. لا ما صاحبتش والله، ما كانش على ايامنا حكايه تصاحب. تصدقي بقى ما كانتش على ايامنا ان فلان انت صاحبته قبل كده. انا في راجل يسال ست السؤال ده؟ طب وفي ست وعلى الهواء قدام 70 مليون؟ وفي ست تسال راجل لابس بدله وقميص ومتجوز وعنده ولد بيقول له يا بابا سؤال زي ده؟ ما هو برضه يعني حرام عليك، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا احمد. شفتي انت، شفتي انت رد فعلك عامل ازاي؟ شفتي انا لما سالتك السؤال هو ده اللي حاصل دلوقتي بقى، انت عارفه انا ليه سالتك السؤال ده؟ ليه؟ هي دي الازمه بين الرجل والمراه والولد والبنت. طب لو اتكلمنا عن الازمه بين الزوجه وبين بين الزوجه وبين الراجل، عشان مهمه جدا، انا سالتك السؤال ده عشان تعلقي التعليق ده، عشان اقول لك هي دي الازمه اللي احنا وصلنا، ما بقاش فيه النخوه، ما بقاش فيه الحياه، ما بقاش فيه الفلتر اللي كان الكلام بيعدي على 100 فلتر قبل ما يطلع، كان الواحد لما وسط سيدات بيبقى فيه ليه اسلوب، وسط اصحابه بيبقى فيه اسلوب، لما اجي داخل بيوت ناس كان بيبقى فيه الواحد عينه ما بتطلعش، يعني في حاجات اختلفت وبقت طبيعيه، ما تقدريش تلومي حد لما يعملها، لان ده بقى واقع وبقى طبيعه حياه وبقى ايقاع حياه وبقى رتم حياه وبقت مفردات عصر. ف يعني لا ال- 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 النشاز فيها هو اللي بيحاول يحافظ قدر الامكان على الاصول، وما فيش حد فينا ملاك طبعا. انت فعلا جسدت الشخصيه يعني باقتدار، استدعيت ايه من جواك او من حواليك؟ خبرات ناس شفتها قدامي، دي حقيقه. انا شفت عمر ده على الحقيقه في اكتر من حد، يعني شفته هتك عليك، شفته كتير، مش كتير يعني، شفت اربعه عمر. اربعه بس؟ ده كتر خير الدنيا. انت عايزه ايه؟ اصحابك؟ معرفه. ليه معرفه؟ معرفه يعني، معرفه دي يعني درجه القرب بتختلف. لا انا فاهمه يعني ايه معرفه، يعني اعرفهم بس ممكن ما اكونش بشوفهم كل يوم زي اصحابي، او ما بشوفهمش كل دقيقه زي اصدقائي،
او مثلا ما بفكرش فيهم وفي مشاكلهم زي الناس اللي زي اخواتي. انت ليه هربت من السؤال يا حبيبي؟ مش انت قلت لي مكار وده انت اللي دخلت فيها دخل شمال مش صح. بس انا سحبت كلمه مكار دي. اعرفهم والله. كدبت قبل كده يا حبيبي؟ مفيش حد ما كدبش. انت شايف ان الكذب احيانا بيخلي الحياه احلى؟ الكذب كذب والصدق صدق. انا ضد ضد تجميل. انا سالت سؤال وانت ما جاوبتش عليه. لا طبعا لا طبعا، بس ربنا ما يضطرنا للكذب. ما بيخليش الحياه احلى. يعني هقول لك على حاجه، هو ممكن يحل مشاكل، يعني ممكن يحل مشاكل، ممكن يداري على مصايب، ممكن حاجات كتيره جدا، لكن بتتوقف على خامه البني ادم بينه وبين نفسه بقى. مين هيجيله نوم ومين مش هيجيله نوم، مين هيحترم نفسه لما يبص لنفسه في المرايه، مين مش هيحترم نفسه، ده بيتوقف على شكل الكذبه وعملت ايه. يعني ده يعني ممكن بيخلي الحياه في وقتها حلوه لكن بعد كده بتبقى وحشه قوي. لو البني ادم عنده يعني سنه دم بيبقى شكل الحياه وحش. الكذب بيوجع لو حد كذب عليك؟ اه طبعا. حد كذب عليا يعني كذب عليا، يعني استهيفني، يعني استغباني، يعني ضحك على، يعني كل حاجه في الدنيا. يعني لما حد يكذب عليكي وانت تاكلي الكذبه او تبلعي الكذبه اكنه شتمك كل الشتائم اللي في الدنيا، قاسيه جدا يعني، بالذات لما الواحد يكتشف الكذبه يعني توجع. حد كذب عليك؟ اه. وكذبه ضرتك قوي؟ اه. زي ايه ومين؟ يعني حاجات ليها علاقه برضو بالحياه العمليه، يعني حاجات ليها علاقه بالحياه العمليه يعني. انت قلت لفلان كذا عشان من فضلك انا عندي كذا ومش هقدر اروح له مثلا، والمشوار اللي انا مش هقدر اروحه ده مشوار حيوي ومشوار يعني فعال وعدم مروح لي، او ومش طايل الراجل عشان اقول له انا مش جاي، فاعتمدت على حد، فالحد ده يعني من مصلحته ان الدنيا تخرب، فاي حاجه تانية بقى. انت متاكد ان ما حدش كذب عليك في الحياه الشخصيه؟ كاصحاب وعلاقات اللي انا متاكد. بص اللي يهموني ما كذبوش عليا، دول انا متاكد يعني. يعني ابويا امي اختي مراتي ارض عرض دين، دول ما كذبوش عليا الحمد لله. اي حد تاني ممكن يبقى كذب وانا ما اعرفش. ان شاء الله تعالى يا رب. انت عندك معلومه ان حد كذب عليا؟ لما نروح الفصل هقول لك. والله هو مستنينا في الفصل ولا ايه؟ رجعنا بعد الفاصل واحمد السقا. احمد الحلقه قربت تخلص وانا مش مبسوطه. ده انا مبسوط منها جدا عشان تبقى عارفه. ما انا مش مبسوطه لانها قربت تخلص. والله انا يعني انا مبسوط منها ومش عايزها تخلص، انا ممكن اقعد هنا لتاني يوم رمضان. يا ريت كان باذن. احمد فاكر اخر حلم حلمته؟ يعني انا حلمت مره بحاجه حصلت لي، او حلمت ان انا صحيت من النوم الصبح رحت مكان معين، المكان ده انا متعود ان انا بروحه كل يوم جمعه في اجازتي. خلاص ولعبت اللعبه اللي بحبها اللي انا بروح كل يوم جمعه ايام الجامعه والعبها اوكي، وحلمت ان يعني مريت بمواقف مثلا اللي هو زي مثلا هركب حصان مثلا، يعني حلمت ان انا رحت ولقيت الحصان بتاعي بس السرج ما كانش موجود، فقلت لهم طب هركب على اللباده، اللباده اللي هي الفوطه اللي بتتحط على ظهر الحصان، وهركب من غير سرج فمثلا يعني، ومشيت في الصحراء فالحصان اتكعبل مره واثنين وفي الثالثه وقعت اتكسرت وخلاص حلم يعني. فتاني يوم فعلا صحيت مثلا رحت سايل اسطب ولقيت الحصان فعلا وما لقيتش السرج وكل ده انا ناسي الحلم بس انت حسيت انه بيتحقق. اه لقيت ربطت الاحداث. ربطت الاحداث فبعد تاني كعبله قمت نازل مع الحصان صاحبي. بس ما اعرفش انا اللي انا ده اسمه جلاء بصري. الله اعلم. مش حفتي ومش وما كدبتش في الكلام وربنا يحاسبني بس وما اعرفش والله. هم ليه ما نعمل لما يبقى عندك قدره على التنبؤ ده؟ يعني عندك جلاء بصري؟ انا لا عندي قدره على التنبؤ ولا بتنبأ ولا كلام الفاضي ده. انا شفت حلم او رؤيه، لان الحلم من الشيطان والرؤيه من الرحمن على حسب ما اسمع، والله اعلم ده صح ولا غلط. والحاجه دي يعني فلحقتها قبل اخر خطوه وخلاص وما اعرفش، وربنا يديمها نعمه يعني. طيب نيجي بقى، بتحلم وانت صاحي؟ لا بسرح، مش بحلم يعني بسرح. طب بتسرح في ايه؟ نفسك في ايه؟ بتتمنى ايه؟ تصدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا كان اقصى حلم في حياتي عندي، او اقصى طموح في حياتي، طموح المراهقين يعني او اللعب، ان انا يبقى عندي عربيه، عارفه الجيب اللي كنا معرفش توي عليها ولا لا، بس كانت في عربيات الجيب اللي جواهم مزارات الجيش اللي بتاعت الجيش بتاعت مدينه الحرفيين واللي تقفل وبتاع وحصان. فربنا سبحانه وتعالى اداني اكتر من حلمي بكتير جدا، فانا ما بحلمش بحاجه غير الستر يعني. انا الحمد لله المتعه الوحيده يعني اكبر متعه في حياتي حصلت الحمد لله. طيب حلم حلمته ونفسك يتحقق بس حاسس ان هو صعب؟
يعني حاجه بحلم بيها في الحياه ولا حلم حلمته وانا نايم ولا ايه؟ وانت صاحي بس حاسس يعني انا يعني بحلم اني امشي على الريد كاربت وانا جنب توم كروز وجنب الناس دي ويبقى ليا فيلم مع الناس دي واوسكار وبتاع، حتى مش هيتحقق بس يكفى شرف الطموح يعني باذن الله يتحقق. يعني انا ماشي في التراك اللي وصلني لكده ومش هوصل، ما عنديش امل اني اوصل، بس ماشي مش مهم اوصل ان شاء الله. حلم حلمته وتحقق وندمت انك حلمته؟ صعب يا احمد صح؟ يعني ربنا ما حصليش القسوه دي، يعني ما حصليش اني تمنيت حاجه واصريت عليها واوحت فيها وحصلت وبعد كده كسرت، لان اللي انت بتقوليه ده معناه كسره نفس، فربنا يكفينا شر كسره النفس لغايه دلوقتي رب. الحمد لله كلنا. ما حصلش يا رب كلنا وما يحصلش ابدا، لان اسوء حاجه في الدنيا انك تاوحي، مش عايز اقول استغفر الله العظيم القدر، مش عايز اقول كده بس انك تاوحي في يعني هو ربنا مش عايز لك دي، فهو هو خايف عليكي من حاجه، فبلاش بقى المقاوحه، بلاش المضحره، ان الوقعه بتاعتها شديده ما ينفعش فيها لا جبس بقى ولا شرايح ولا مسامير ولا الكلام الفاضي. اخر مره احمد السقا بكى ومن ايه؟ والله اقول لك على حاجه غريبه جدا، انا زمان وانا صغير يعني دمعتي ما كانتش قريبه، كنتش يعني دموعي صعبه يعني. دلوقتي بقت اقرب؟ اه سبحان الله، مش عارف ايه الحكايه دي، يعني بقى في مواقف معينه يعني كنت اقول لك مثلا الناس تطلع في البرامج يقول لك ايه اللي بيأثر فيك؟ فتقول له والله انا لو شفت طفل بيعيط اعيط وبتاع، فقال لي يعني ايه شفت طفل بيعيط؟ كنت زمان بقول كده، فاكتشفت لا ده في كده فعلا، ان انا ممكن اشوف موقف قاسي جدا فدموعي تنزل فعلا. موقف في تلفزيون، موقف في نشره اخبار، في الكوارث اللي بتحصل، في الحاجات دي. يعني انا عايز اقول لك المذابح لبنان الاخرانيه دي مثلا، شفت فيلم تسجيلي عنها بجد انهارت. احمد بص كده على السكرين قدامك ايه؟ شايف الراجل ده؟ ده شبهي. ماله ده؟ حرام عليك ده مش شبهك. لا لا يعني ماله الراجل ده؟ ربنا يكفينا شر ان الواحد يعني توسع منه، عارفه لما الدنيا توسع منك تشوفي نفسك في حجم مش حجمك او تاخدك الجلاله، اه متهيألي هو ممكن يكون بجد. برافو عليك. بجد ذكي جدا وفي حاجات كتير قوي طلعت صح. على فكره استمتعت معاك جدا في الحلقه. ربنا يخليك. انا استمتعت جدا بجد والله. احمد انا ضايقتك؟ اطلاقا والله، بالعكس ما اتبسطت، انت عملت لي نوع من انواع الريفرشنج للسيستم، يعني شغلت دماغي معاكي شويه وده شيء اسعدني الحمد لله، يعني خليتيني اركز وفي نفس الوقت ركزت بلا يعني من غير ما اخد بالي كده، يعني من غير ما ابقى واخد بالي وقاعد قدام كاميرا وبتكلم، لا بلا ركزت وقلت اللي في قلبي يعني. بجد قلت اللي في قلبك كله الى حد كبير، بس انا اللي طلبت ان انا اللي انا ما قلتوش طلبت انك تقفلني من ان انا اقوله اسماء حاجات تفاصيل، يعني بلاش نجرح حد ومحدش يجرح. اسئلتي كانت اسرح ولا اجاباتك؟ اسئلتك كانت صريحه مؤدبه وده شيء عظيم جدا، ودي حاجه مبسوطه منك. وانت عندك قدره على التركيز هايله، ميرسي ربنا يخليك. تقدري تقولي لي لون الاشارب اللي في رقبتك ايه من غير ما تبصي؟ بعد ما هنخلص البرنامج. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا احمد. نروح فاصل ولا نروح كده تتر؟ هنروح نروح. يلا نروح.